السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ يا رب إن شاء الله كلكم زينين. هاليوم راح نسوي هذه التحلية الباردة اللي دا تشوفوها أمامكم. تعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. عندنا التحلية اللي راح نسويها هاليوم تحلية باردة، ديسار بارد. أول طبقة راح أسويها بالكاكاو، مثل مدى تشوفين. احتاج 3 ملاعق سكر، 3 ملاعق طعام سكر. احتاج ملعقة كوب كاكاو، احتاج ملعقتين طعام من النشا كذا. واخلط هاي المواد كلها مع بعض، خليها تتجانس بس هالشكل، يعني حتى لا يتكتل عندي النشا. من اخلي الحليب يصير اسهل. بعدين احتاج كوبين من الحليب، كوبين من الحليب، واخلطها هاي المواد كلها مع بعض، واشغل النار وأظل أحرك بيها إلى أن ما تسخن عندي، تصير مثل الكاسترد أو المحلبي. مثل ما تلاحظين بعد ما انتهيت منها وسخنت، راح أفرغها بهذه القداح اللي عندي للنص، كل قداح، وأخليه بالبراد إلى أن ما أجهز الديسار الثاني اللي راح اخليه على الطبقة الثانية. بس اريدها متساوية كلها نفس المستوى والكمية. بعد ما فرغت كلها الديسار اللي سويته، راح اتركه بالبراد الى ان يبرد والى ان ما اجهز الديسار الثاني وارجع لكم. وهسه راح اسوي الجزء الثاني من التحلية او الديسار. احتاج له ملعقتين من الطعام من النشا، احتاج له ملعقة طعام سكر. السكر طبعا هو اذا تريدين ملعقة طعام او اكثر، يعني الحلا انت اللي يعني تعرفين ايش قد تريدين. انا ما احبه كثير حلو، يكون الحلا متوسط افضل. واضيف لك كوبين من عصير البرتقال. كوبين عصير برتقال هكذا، واخلطهم مع بعض الى ان ما يذوب كل النشا بالعصير اللي عندي. اخلطهم كلهم واخليهم على النار واغليهم نفس الطريقة اللي سويت قبل المحلبي او الديسار التحلية بالكاكاو، بس يذوب كل النشا واخليه على النار. هكذا بعد ما انتهيت من الديسار الثاني اللي بالبرتقال اللي سويته، راح اضيفه على مهل فوق هذا الديسار الاولاني. بعد ما خليته شوي يبرد بالبراد هكذا، يعني ما انزله كله مرة واحدة، حاول شوية شوية افرغ بالكاسات اللي عندي. بعد ما انتهي من تفريغه كله فوق الديسار الاولاني، راح ارجعهم ايضا بالبراد الى ان ما يتماسك يعني تماما ويبرد واقدمه. حبايبي هكذا انتهيت من تحضير الديسار او التحلية الباردة هذه اللي دي تشوفوها امامكم. ضفت لها طبعا اخر شيء حسب الذوق، اي شيء انتي تريدين تختارين. مثلا هنا عندي كسرت الشوكليت وخليتها على الوجه، هنا عندي خليت الجوز هند، هنا عندي خليت الفستق الحلبي.
او تريدين فاكهة، اي شيء، باي شيء متوفر عندك تقدرين تزينين الوجه، او اذا ما تريدين تحطين اي شيء على وجهها همنا، يعني الاختيار لك يرجع. وهذه هي وصفتنا لهذا اليوم، اتمنى تكون نالت اعجابكم، وعليكم بالف عافية اصدقائي، وان شاء الله نلتقي بحلقة اخرى، واترككم بامان الله، وشكرا جزيلا.